شاء الله يعني تساهمون ويانا بهاي الحملة وتستبدلون الأكياس اللي عندكم هيك أكياس. هدفنا حماية البيئة، حتى المياه اللي توصلنا البيت توصلنا نظيفة، وحماية نهر دجلة من المخلفات البلاستيكية. هذا النموذج اللي ممكن أنتم تستبدلون الأكياس النايلون بالأكياس الواقية. الأكياس الورقية أول شيء إعادة تدويرها كلش سهلة. ثانياً غير مكلفة مثل الأكياس النايلون. أكسل صابية مواد سرطانية تضر الصحة على صحة الأهل والمجتمع. اليوم احنا جمعية حماة دجلة بمدينة الموصل سوينا حملة بيئية بشوارع المدينة، الحملة سميناها باص البيئة. هاي الحملة هي تستهدف المطاعم والكوفيات وتستهدف ايضا الافران والمحلات بصورة عامة. هدف الحملة هو ترويج للامن البشري والامن البيئي، اضافه الى توعيه على استخدام الاكياس الورقيه، ايضا الحفاظ على مصادر المياه والحفاظ على الانهر من التلوث. حاليا الحمله اللي نقوم بها نحن استبدال الاكياس النايلون بالاكياس الورقيه. ليش؟ اولا الاكياس النايلون مده تحللها بالبيئه كلش اطول، يعني تاخذ سنوات وسنوات، اعاده تدويرها جدا صعبه. الاكياس الورقيه اعاده تدويرها سهله، استهلاكها يكون أفضل من استهلاك الأكياس الورقية، بالإضافة إلى أنه من أهل الأفران بالذات من يستخدمون الأكياس الورقية من يحطون بها الصمون الحار أو المعجنات الحارة، تأثيرها على البيئة بعدين العفو على الإنسان، من راح يتناول هذه المعجنات أو الصمون راح تكون أخف. ليش؟ حتى لا يصير تفاعلات بين الحرارة والكيس النايلون وبعدين تأثر على هالمعجنات والصمون. أوكي؟ عندنا هواية يعني شغلات راح نطرحها عن طريق السوشيال ميديا، استبدال أكثر من نوع من الأشياء البلاستيكية اللي نستخدمها نحن بصورة عامة بالحياة اليومية بأشياء تكون أكثر استدامة. تمام؟ من ضمنها الطال النايلون اللي للماي اللي تكون جاهزة، زين راح نستبدلها بالمطارات الزجاجية. تمام؟ أو الستانلس ستيل. هذه أول شيء استهلاك أقل، تدوم عندك سنوات وسنوات، بالإضافة إلى أنه حفظ المياه داخلها يكون صحي أكثر. كانت حملتنا عن استخدام الأكياس النايلونية ومضارها، وهدفنا هو استبدالها بالأكياس الورقية، مضارها الصحية أقل من الأكياس النايلونية. بالإضافة إن كانت حملتنا اليوم توعوية، وإن شاء الله لاقين استجابة من المواطنين، وإذا ما كان استجابة راح نناشد الحكومة ونشن حملات مدافعة إجبار أصحاب المحلات والأفران بالأخص على استبدال الأكياس النايلونية بالورقية، لأن مضارها الصحية على المواطن أقل.